السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجه عايز اتكلم فيها يعني رابطه الانديه المحترفه محدده لجنه فنيه من المفترض انها بتحدد افضل لاعب في المباراة، وبيجوا بعد كل اسبوع بيحددوا الفريق الافضل وافضل 11 لاعب في الجولة، في كل جولة في الدوري المصري الممتاز. اللجنة دي يا جماعة بتقبض فلوس، بتقبض رواتب. النهاردة رابطة الاندية المحترفة بتعلن فريق الجولة الاولى وافضل 11 لاعب في الجولة الاولى. المفاجأة ان رابطة الاندية المحترفة واللجنة اللي بتقبض فلوس ومرتبات محترمة، اللجنة الفنية، بدل ما تشتغل بنفسها وتشوف وتتابع وتحلل وتقيم، ريحوا نفسهم، راحوا لموقع عالمي اسمه سوفا سكور. ده اول سنة بيقيم فيها مباريات الدوري المصري كله، فراحوا جابوا افضل 11 لاعب اعلنوا الموقع خلال الجولة الاولى، وراحوا واخدينه كوبي بيست سكرين من الموقع وراحوا رافعينها على صفحة رابطة الأندية المحترفة. يا جماعة يعني نفسي نتعلم مرة، يعني ما نستسهلش، نفسي كل واحد له عمل منوط بيه يقوم بيه على أكمل وجه. حضرتك بتقبض مرتب شيء وشويات عشان إيه؟ عشان تطلع لي تقييمات لأفضل 11 لاعب وأفضل لاعب في كل جولة، تروح انت تجري جري على الموقع تشحن كارت فكة ب10 جنيه عشان تخش تجيب لي سكرين لافضل 11 لاعب وتريح دماغك والمرتبات شغالة؟ هل يا احمد يا دياب هو ده الدوري الافضل؟ هو ده الدوري اللي افضل من الدوري السعودي؟ وشاء من شاء وابى من ابى، مش عارف. اسلام صادق عشان يبين انه صحفي محايد، عشان يبين ان صحفي مش مغرض، طلع قال لك عقوبات بالجملة في انتظار الزمالك، في انتظار بيراميدز، في انتظار شيكابالا، في انتظار أحمد الشناوي، مدحت عبد الهادي، فتح الله، ومساعد أوسوريو، ومساعد باتشيكو، بعد خناقة الزمالك وبيراميدز بعد المباراة. على فكرة كلام إسلام صادق هو كلام صحيح، بس هل رابطة الأندية المحترفة هيكون عندها الجرأة والشجاعة انها توقع عقوبات على الاسماء اللي تم ذكرها دي؟ كل واحد في الاسماء اللي تم ذكرها دي كان ليه دور في الشكل المسيء، الشكل والمنظر المخزي للكرة المصرية ولسمعة مصر رياضيا. لابد لو انا عايز اعمل نظام كرة محترم ودوري محترم، لازم اللوائح تتطبق على الكبير قبل ما افكر اطبقها على الصغير، لان لو الصغير شافني بعاقب الكبير اول من هيلتزم باللوائح الصغير. لكن النهاردة لما الاندية الصغيرة واللاعبين الصغيرين يشفوك، شيكابالا بيشتم احمد الشناوي ما عملتلوش حاجة، اوزوريو يعني فيما يشبه البلطجية في افلام البلطجة والاكشن مش هيتعمل له حاجة، مساعد أوسوريو ومساعد باتشيكو مش هتعمل لهم حاجة، مدحت عبد الهادي ومحمود فتح الله مش هتعمل لهم حاجة. فبالتالي الأندية الصغيرة واللعيبة الصغيرة هتكرر الأمر مرة واثنين وثلاثة، هيغلط مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ لأن مفيش عقاب. أنت سبت الدنيا سداح مداح، أنت بتيجي عند الزمالك وبتعمل فول ستوب، ما بتقدرش تتحرك، بتدوس فرامل. الزمالك ما قدرش اصدر قرارات كبيره ضد نادي الزمالك او ضد لاعبين او من الجهاز الفني لنادي الزمالك. الاخ اسامه نبيه يعني يا تتكلم وتقول كلام عاقل يخش العقل يا تسكت خالص. اسامه نبيه اللي طلع في يوم من الايام، ومش بعيد الكلام ده من شهر شهرين بالكتير، قال ان يوسف اسامه نبيه جاي له عرض من بيراميدز افضل من نادي الزمالك، وابني محترف، وده الاحتراف، وده مش عارف ايه، وتناسى ان الزمالك هو اللي عمله،
وان الزمالك هو اللي عمل اسامه نبيه نفسه، وان لولا الزمالك بعد ربنا لكان هيبقى في اسامه نبيه في كره القدم ولا في الاخ يوسف اسامه نبيه. اسامه نبيه عارف ان ذاكره جمهور الزمالك عامله زي ذاكره السمك. جمهور الزمالك معرفش دعيبه ولا ميزه فيه انه بينسى دايما اي اساءه. لاعب يرفع الجزمة في وشهم تاني يوم يعتذر بيبقى حبيبهم، وحتى لو ما اعتذرش هم بينسوا، مجرد انه بيجيب جون، مجرد انه بيروح يشتم في النادي الاهلي هم بينسوا اي اهانة او اي اساءة. فانا ما اعرفش هل هي ميزة ولا اساءة ولا عيب في جمهور نادي الزمالك. اسامة نبيه قال لك الزمالك ده اولنا واخرنا، ده دنيتنا كلها، ده شهرتنا واسامينا، قلبي كان معبني على المستوى الشخصي والإنساني، وقلبي مع الزمالك اللي بيبدأ بداية صعبة ومهمة وجاي من إخفاق بعد الخسارة من جيبوتي، والتعادل نتيجة إيجابية للزمالك. هو الزمالك لو أولك وأخرك، والزمالك دنيتك زي ما أنت ما بتقول، ما كنتش خليت ابنك يبيع الزمالك ويروح يلعب في نادي بيراميدز، كنت خليت ابنك على الأقل يستحمل عدم صرف المستحقات المالية ويستحمل النادي اللي انت بتقول عليه دنيتي واخرتي ومنجتي وبطتي وكلام اللي ما بيجيبش ولا بيودي. لكن هو عارف اسامة نبيه عقلية جمهور الزمالك ايه. كلمتين زي دول جمهور الزمالك هينسى كل اللي حصل كله. عايز اقول حاجة مهمة جدا. نبيل عماد دونجا من المفترض ان لجنة الانضباط واخدة قرار بايقافه 4 مباريات مع نهاية الموسم الماضي. ابراهيم نبيل عماد دونجا موقوف 4 ماتشات. من المفترض ماتش بيراميدز بتاع امبارح كان نبيل عماد دونجا خسران، موقوف في ال4 ماتشات بتاعت الحركة اياها اللي عملها في زيزو. وهنا السؤال اللي بيتم طرحه على الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، اتحاد حازم امام لكرة القدم حاليا، انتوا هتوقعوا عقوبة ايقاف دونجا 4 ماتشات امتى؟ هو مش كان المفروض يا اتحاد الكورة دونجا كان يتوقف امبارح؟ دونجا لعب. هو مش المفروض الزمالك يعتبر خاسرا للمباراة لأن دونجا موقوف؟ ده على الورق، لكن عشان خاطر حازم إمام وعشان القمصة بتاعت حازم إمام، لا، مفيش حاجة اسمها دونجا موقوف. اتحاد الكرة ما أعلنش إن دونجا موقوف، فبالتالي نتيجة المباراة تعتمد تعادل، لكن عدل ربنا نتيجة المباراة تعتمد خسارة نادي الزمالك. منظومة الكرة في مصر بتحاول جاهدة انها تفشل النادي الاهلي، انها تسقط النادي الاهلي بكل السبل وبكل الطرق المشروعة، واغلبها بيكون غير مشروعة. دونجا عقوبته موجودة في المواقع كلها. رئيس لجنة الانضباط نفسه قال انا وقعت عقوبة على دونجا 4 ماتشات. المفروض ان دونجا يبقى موقوف 4 ماتشات، لكن لان اتحاد الكوره مش عايز يزعل حازم امام وما يقدرش ياخد عقوبه زي دي، كبروا دماغهم وعملوا ودن من طين وودن من عجين. عايز اقول لواحد من الهزازين، هزازي الرؤوس اللي كانوا بيطلعوا قبل كده، والحمد لله الساحه الاعلاميه الرياضيه استراحت منهم ومن قرفهم ومن مناظرهم القذره. صبح الملط طالع يتريق على عامر حسين وبيقول لعامر حسين ان تطبيق عقوبة كهربا في مسابقة الدوري بس، وان المفترض ان دي عقوبة انضباطية، فبالتالي عقوبة كهربا تبقى على كل البطولات. عايز اقول لصبح الملط، واحد من المعرضين الكبار اللي كان بيطلع بهز براسه وديله ووسطه لرئيس احد الاندية، كهربا على الاقل اتطبق عليه عقوبة الايقاف. فينك يا صبح يا ملط يا مدلس من عقوبة نبيل عماد دونجا؟ كهربا هيتوقف 6 ماتشات في الدوري،
دونجا طلع له قرار بالإيقاف بعقوبة انضباطية أيضا 4 مباريات. عرفتوا يا جماعة إن إحنا عندنا أشباه صحفيين تحت الطلب، زي أزواج تحت الطلب بالظبط. اللي زي صبح المالت ده، ده هزاز تحت الطلب، عايز حد يهزلك موجود، يهز براسه موجود، يهز بوسطه موجود، يهز بديله برضو موجود، عايزه يهز بالتلاتة موجود. صبح المالت ورفاقه وأصدقائه من مجموعة الهزازين المتحدين. صبح المالت ما شافش بس اللي عقوبة كهربا اللي بتتنفذ وبتتطبق، لكن ما شافش عقوبة دونجا اللي أقرت من لجنة الانضباط لكن لم يتم تطبيقها ولم يتم تنفيذها. أحمد عيد عبد الملك دخل برجلين الاتنين عش الدبابير. أحمد عيد كلكم عارفين شيكابالا في حتة تانية، شيكابالا عند جمهور الزمالك فرخة بكشك، شيكابالا قول أي حاجة على الزمالك لكن ما تقولش على شيكابالا. جمهور الزمالك يتقبل أي شيء على النادي، اشتم النادي، اتريق على النادي، قول أي حاجة على النادي، لكن شيكابالا ما تجيش ناحيته. شيكابالا خط أحمر بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. أحمد عيد عبد الملك كان شايف إن نزول شيكابالا سبب رئيسي في تعادل الزمالك. قال لك الزمالك كان كسبان، وطالما كسبان ليه تنزل شيكابالا؟ طالما كسبان ما كانش لازم تنزل شيكابالا. واكبر غلط عمله اوزوريو انه نزل شيكابالا. والله العظيم امبارح انا اول ما شفت شيكابالا واقف على الخط انا قلت الزمالك هيخسر بامان الله، لكن التعادل برضو بمثابه خساره للفريقين، يعني ميزه برضو. فانا بشكر شيكابالا وش الخير علينا دايما انه نزل في المباراه. لكن يا احمد يعيد ما ينفعش، ما ينفعش يا احمد يعيد انك تطلع تنتقد نزول شيكابالا وتغيير شيكابالا وتشوف ان شيكابالا كان سبب من اسباب عدم فوز الزمالك على بيراميدز. نهاردة الاتحاد الافريقي وتسريبات الكاف فيما يخص تقرير حكم مباراة السوبر، تسريب خطير من داخل الكاف فيما يخص تقرير حكم مباراة الاهلي واتحاد العاصمة، وان تقرير الحكم كتب فيه نصا ان تقنية الفي ار وحكم الفي ار ورطوا في احتساب ضرب الجزاء لصالح اتحاد العاصمة، وانه لما شافها بعد كده اتأكد ان ضربة الجزاء غير سليمة وغير صحيحة على الاطلاق. حكم تشيبو، حكم الجابوني بيير تشيبو او تشوا، الحكم اللي قلنا انه كان جاي متظبط على انه يخلص على النادي الاهلي وقد كان هدف صحيح 100% ما بيحسبوش بيلغيه، ضرب الجزاء صحيحة 1000000% ما بيحسبهاش، ضرب الجزاء ليها وعليها وفيها شكوك كبيرة في احتسابها بيحسبها بعد العودة لتقنية الفي ار. تشوا كتب في التقرير بتاعه ان غرفة الفارفر ورطته، انهم جابوا له الحالة واللقطة من زاوية واحدة بس ورفضوا يجيبوها من زوايا تانية. طب انت ايه دورك يا مدلس؟ ما هو انت كحكم طالما شاكك في الحالة ومش متأكد بنسبة 100% انها ضرب الجزاء اطلب زوايا تانية عشان تتأكد. ليه ما طلبتش؟ طلبت وقال لك لا ما عنديش غير الزاوية دي، يبقى خلاص ما تحسبش ضرب الجزاء، ما تضيعش مجهود فرقة بالكامل وجمهور بالملايين عشان خاطر شاكك ان الكرة ضرب الجزاء او مش ضرب الجزاء. طالما مش متأكد بنسبة 100% يبقى ما تحتسبش، ما تحتسبش ضرب الجزاء، يبقى بسببها بيضيع بطولة على النادي الاهلي. طبعا تقرير الحكم لا هيقدم ولا هيأخر في نتيجة المباراة. بكرة كل انظار جماهير الزمالك واعضاء الجمعية العمومية وثلاثة من المرشحين في انتخابات نادي الزمالك بكرة نظر 3 دعاوى قضائية باستبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر المرشحين لرئاسة نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب أحد المرشحين للرئاسة أيضا، اسمه الحنبلي، عمل طعن ضد ترشح حسين لبيب إن حسين لبيب حصل على العضوية الكاملة
بدون توافر الشروط فيه. كابتن فاروق جعفر بسبب الحكم السابق عليه في 2015 بالحبس 3 سنوات في قضية مخلة بالشرف وفقا لوجهة نظر الحنبلي، بكرة القضاء هيقول كلمته فيما يخص استبعاد أو عدم استبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من انتخابات نادي الزمالك. خلصت أخبارنا ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل آرائكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا.